النهاردة من بولاق دكرور واستمرار تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسات والنقاشات الخاصة بالحوار الوطني. الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية والحديث عن كافة الملفات التي تتعلق بالمجتمع المصري سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وما يطرحه الأهالي وما يطرحه المهتمين بالعمل العام والمهتمين بالدولة الوطنية المصرية انطلاقا إلى الجمهورية الجديدة.